على أرضية ميدان سيف العرب. شاهدت المتعة والإثارة، فتهانينا والناموس لكل الفائزين، وحظ نوفر لمن لا يحالفه الحظ في الأشواط الماضية. نسير مع انطلاقة شوطنا الثاني عشر الخاص بالجعدان اللقاية المهجنات إلى صايل لأبناء الغبايل. نسير مباشرة إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، وهنا مرفوق يأتي على المقدمة الأولى، يتقدم سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، يبحث عن اكتساب الفوز، يبحث عن الانتصار. بينما نقلتنا على المركز الثاني أجد الوصول، أجد الانطلاق من شاهين عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي، يتقدم على مستوى المركز الثاني. لكن يا مصور تابع هنا القرع، القرع اللي بدأ يصل مع المركز الثالث. يأتي سالم بن علي بن سلطان السبوسي يقدم لنا القرع في المركز الثالث، بينما في المركز الرابع، في المركز الرابع الوصول من مزاحم وحربي بن سليم بن حربي العامري بو زايد. يتقدم راعي الرسمي، راعي الكثير والكثير من الأسامي التي رفرفت بهذا الشعار الغوي والمتميز. بينما ناخذ اللي على المركز الخامس، وفي المركز الخامس مرغوب، مرغوب ومرغوب مثل هذا الشكل يا ابو خليفة سعيد بن خليفة بن خميس الغويص السويدي. هذه هي نتيجتنا للمراكز الخمسة الاولى اللي ادعنا لمسامعكم. بينما سيل جارف من الاسامي من الشعارات اللي تتقدم لتبحث عن الانجاز اليوم على ارضية ميدان سيف العرب، احد الميادين التابعة لميدان المرموم في إمارة دبي. وقالوا المرموم منشال للصايل والذلل من كل ميداني عن الله. مرحبا بجميع الغادمين من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي الكبير، محبين هذه الرياضة، محبين هذا الموروث الشعبي الأصيل الذي زرع محبته في جميع أهل الهجن. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى شاهين، شاهين والسلالة الشاهينية اللي أفرضت وجودها مع صدارة هذا الشوط. هذا شاهين اللي تعود ملكيته لعبد الله بن سالم بن حزيب الفلاسي. أهالي العوير، أهالي العوير مسيطرين على الصدارة الأولى. بينما الغويص، الغويص غادم يقدم لنا مرغوب سعيد بن خليفة بن خميس الغويص السويدي، ولكن راغب يا مصور، راغب 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 الوصول مياس، ووصل محمد بن مانع بن قطامي السويدي، وأول نداء لمياس يصل الآن ينضم إلى المثلث الذهبي. بينما في المركز الرابع، في المركز الرابع راغب هنا جلمود سالم بن مبارك بن سعيد الوهيبي غادم الآن على مستوى المركز الرابع. بينما في المركز الخامس، في المركز الخامس راغب لي يا الغليبي تابع لي هناك، نعم ناصي، ناصي والعواني صاحب الأشواط الرئيسية اليوم مع شعارات أبناء القبائل، مع أشواط أبناء القبائل. محمد بن سلطان بن شاهين العواني يبحث عن المزيد، طماعين أهل رأس الخيمة يبحثون عن المزيد، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط. خلاص الكيلو والمتر الأخير، جولة الأوامر النهائية، الغلاف الجوي الأخير. الله ومياس، مياس مياس مياس، الله 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 الله. وما دام عندي ود مياس بلبس عقال السابق منكوس. هذا هو مياس يطير يحلق على الصدارة الأولى بدون أي أوامر. ولكن يا بن قطامي حذاري من الغويص، الغويص غادم، الغويص مع مرغوب، مرغوب سعيد بن خليفة الغويص السويدي. ولكن ولكن مياس، مياس مياس، الله ما يرضون أهالي ند الشبه إلا بالرقم واحد، إلا بالرقم واحد. لله درك، لله درك، شعار مو بغريب عليه الإنجازات صاحب الإنجازات.
السويدي مشكور يا سعد يا ابو سالم الزرعي يلي ضمر مياس لحظة وصوله الى خط النهاية محددا هذا الفوز والانتصار بينما مرغوب سعيد بن خليفة القويس وصل في المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول متابعين الكرام من جلمود سالم بن مبارك بن سعيد الوهيبي. المركز الرابع كان الوصول من شاهين نافع بن معيوب السيد الشدي المنصوري. وخامس المراكز وصل في متعب محمد بن حمد بن سالم المدهوشي. هذه هي النتيجة لثلاث المراكز أول الخمسة المراكز الأولى. ولكن مياس هو من تألق بناموس هذا الشوط ليهدي محمد بن مانع بن قتامي السويدي هذا الفوز والانتصار بست دقائق و13 ثانية. وسلاماتنا نزفها بالوردي والياسمين إلى أهالي منطقة رد الشبا في دانة الدنيا دبي تهانينا والناموس لكل الفائزين في صباح هذا اليوم.